تشانالوغلو يفضل إعادة الكرة إلى الخلف. مارتينيز حتى الآن غابت الفرص الحقيقية في المباراة، ربما بسبب الحذر والدفاع دي ماركو يحاول تمريرها من بين المدافعين. بيرتولاتشي يلعبها بينية، لعب في الأمام في مكان التسلل. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. فاسكيز يلعبها إلى داخل منطقة الجزاء. فاسكيز لاعب يستحوذ على الكرة، انطلاق الآن إلى الأمام. وانتهى الشوط الأول. سنتابع معا أحداث الشوط الثاني. إنتر قادمة يسيطر على الكرة بضغط قوي، تمكن من افتكاك الكرة. بداية هجمة فاتت ومرت وصلت إليه. يمر ويلعب كرة بينية، لا يمكن إهدارها. أوهينجان بعيدة تماما عن المرمى. ماركو اندفاع غير عادي من جهة اليسار. تورام والآن يلعبها ببراعة. الله ما أروعك، لعبة في منتهى الروعة. هدف رغم الرقابة لا يمكن إيقافه بسهولة. لعبة رائعة منه، يعرف كيف يتخلص من الرقابة، يعرف كيف الكبار. لم يتبقى أمامه الكثير من الوقت وعليهم استغلال الفرصة. مهارة غير عادية بالكرة، تدرج كروي رائع، تمريرات سريعة وقصيرة، ممتاز في التمرير. مرت الكرة، الله ما أروعك، صمام الأمان للفريق يقطع الكرة. وتنطلق صافرة الحكم لإنهاء اللقاء. يمكن اعتبار هذا نصر للمدافعين الذين حافظوا على تركيزهم طوال 90 دقيقة. دومفريس رجل مباراة اليوم عن جدارة واستحقاق. برافو يا معلم، تستحق كرة المباراة.